أمس كان في حدث جميل في مدينة جدة، وهو ختام النسخة الأولى من مبادرة جدة دوكس، واللي كان هدفها تمكين الشباب وتعليمهم أسرار صناعة الأفلام الوثائقية. المبادرة كانت من تكاتف عدة جهات قدمت خدماتها التعليمية والتدريبية واحتوت الشباب، واختتمت أمس بسبعة أفلام شبابية. نستضيف اليوم الفيلم الحاصل على المركز الأول عن فيلم اصحى يا نايم. أكيد حنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الفيلم مع ضيوفنا منورينا اليوم، محمد السروري وعبد الرحمن حكيم، حنان الأسمري وروزا الديب. منورين ساعة شباب، وحب أقول لكم ألف مبروك على حصول الفيلم على المركز الأول. الله يبارك إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. حقيقة تستاهلوا ما شاء الله تبارك الله حصولكم على المركز الأول. شفت الفيلم؟ فيلم رائع جدا. بس في البداية خلي أتعرف عليكم، علاقتكم بصناعة الأفلام. أبدأ معك روزا. أنا اسمي روزا عماد الديب، طالبة في جامعة الملك عبد العزيز، صانعة أفلام ومصورة في نفس الوقت، مبتدئة. حلو. وحنان؟ حنان الأسمري، 27 سنة، خريجة ماركتينج. يعني اهتمامي الأفلام بشكل ما تتصوري، الحمد لله مختمة نتفليكس. كلنا. أيوة. عبد الرحمن حكيم. يعني ما تعتبر انا مبتدئ في صناعه الافلام، مهندس كمبيوتر في الاصل، بس دخلت هذا المجال حديثا بالذات مع تعرفت مع الشباب، ف يعني لسه اعتبر جديد في هذا المجال. حلو. محمد السروري، انا اصلا في المجال وبس ما كان في المجال الوثائقي. الحمد لله تعلمت في جده دوكس اشياء جدا جميله، وكنت مخرج الفيلم، وكان يعني كان عمل صحيح، كان عمل جميل جدا. طب خلينا ناخذ او نعرف فكره الدوره اللي جمعتكم في جده دوكس، وكيف تم ترشيحكم؟ قولي لي حنان. في البدايه كان في مقابلات. جده دوكس هي مبادره افلام وثائقيه لصناعه محتوى وثائقي يحكي عن تاريخنا، ثقافتنا، لانه احنا زي ما انت عارفه ما عندنا هنا افلام كثير. ففعليا المقابلات كانت يعني بسيطة الحمد لله. يعني الأسئلة اللي وصلتنا للترشيح طبعا هي كانت تقريبا في 200 متقدم، وأخذوا منهم بس 25. يعني سألونا أنتوا إيش اهتماماتكم، ليش حابين هذا الشيء. أنا عن نفسي كنت حابة أعمل جولة حول المملكة على القرى والهجر، أشوف القصص اللي فيها وأصورها وأوصلها للناس. جميل. وأتوقع أنه كانت يعني خطوة جميلة منكم أنه أنتم تم ترشيحكم لأنكم تأخذوا دورات وتتأهلوا في نفس الوقت لمدة 7 شهور متتالية. كانت هذه 4 شهرين لمدة شهرين متتالية كانت هذه الدورة، بالنهاية خرجتوا بفيلم اصحى يا نايم. وش رأيكم مشاهدينا؟ خلونا نشوف مقطع من هذا الفيلم ونرجع لكم. كانوا الأطفال ينتظروني في الشبابيك عشان لما يسمعوا صوتي. يوم من الايام امراه رمت لي الشمسيه حقها من فوق، قالت، قلت لها جزاك الله خير، قالت لا جزاك الله خير انت على الفعل اللي تسويه انت. ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا كان من عم حسين، هذا كان عم حسين واخراجكم، هذا اتكلم عن الفيلم، كان من انتاجكم واخراجكم وتمثيلكم وكل شيء ما شاء الله تبارك الله. طب خلونا نعيش معكم تفاصيل هذا الفيلم اكثر، ايش الفكره وكيف اتنفذت؟ يا ريت تقول لي. الفكره انا زمان سمعت عن وجود شخص بدا الشيء، كنت ماني مصدق انه موجود الى الان. وفعلا اللي بيصحي الناس موجود الى الان. يعني احنا الان في زمن الجوالات، زمن المنبهات، المآذن اصبح فيها ميكروفونات مو زي زمان. ففعلا لما طلبوا من القصة في جدة دوكس انه قصة تكون من منطقة البلد، قلت ما في احسن من هذه القصة. وبحثت عنه، دورت عليه، دلوني عليه، طلع عنده مسجد زاوية صغيرة في البلد،
ورحت معاه وسويت معاه مقابلات كثيره قبل هذا. بعدين اول يوم نزلت معاه شفت شيء عجيب، يعني كيف بيدور على الناس، كيف بيدق الابواب، كيف يعني شغلات جدا جميله وحلوه. وبدينا نصور معاه يعني الفيلم وطبيعته، كيف بيصحى، يعني بيصحى قبلها يعني قبلها بوقت، يعني هو اقل من ساعة بساعة، وكيف الناس سبحان الله تعودوا عليه. وفي فعلا الاطفال بينتظروه، وشفنا هذا الشيء يعني بيستنوه. حتى سالته انا من ضمن الاسئلة بس كانت في الكواليس، انه هل يعني انت قد مثلا غبت عنهم مرض او سفر وكذا؟ قال لي كثير يسالوا عننا، يعني خلاص تعودوا عليه، رغم انه البعض يعني يظن انه مزعج وكذا، لكن في ناس فعلا تنتظره. بالعكس يعني كانت من الاشياء الجميله اتوقع ايام زمان، وانتم عدتوا احياء هذه الذكرى الجميله، عشان كذا يمكن فاز الفيلم بافضل فيلم من السبعه اللي ترشحت لهذه الجائزه. طب خلينا نعرف كيف كان توزيع الادوار بينكم، يعني محتوى وتصوير وفكره واخراج. والله شوفي، هو كل شيء كان يعني تعاون مع بعض، احنا فريق واحد، مسك انتاج وانا تصوير، هو مسك تصوير، هي مسكت انتاج، يعني كان توزيع انتاج، كان كلنا ساعدنا في كل شيء. يعني كلكم كنتم مشتركين في كل حاجه، ما في شخص معين؟ كان في ادوار واضحه رئيسية بس فعليا كلنا عاوننا بعض يعني. طيب ايش ادواركم الرئيسيه كانت؟ انت اكيد تصوير. انا تصوير. بما ان هواياتك تصوير، انا البروديوسر المنتجه. ما شاء الله. يعني انا كنت بشكل رئيسي ماسك عدة الصوت والاضاءه، طبعا الاضاءه ما استخدمها كثير وكنا بنصور في الليل، بس كانت معدة الصوت احيانا نستخدمها في المونتاج. وحتى وقت الانترفيو برضه صح كان في الاضاءه، فيعني تبدلنا الادوار بشكل عام. حلو. انا كنت المخرج في الفيلم، وطبعا الشخصيه جدا كانت متحركه، وكنا نصور يعني انزل برضو لازم اقل شيء كاميرتين، والمصورين يمكن يعرفوا الشيء هذا كيف صعوبه صحيح. الوضع هذا اكيد طبعا كلنا نعرف. طب فين الصعوبات اللي نقدر نقول اللي واجهتكم وحسيتوا انكم فعلا في هذه اللحظه بحاجه المساعده؟ ايوه الصعوبات لليل. اول شيء انه الساعه 4 الفجر الناس اليوم تنزلي عشان تصوري، تجري ورا واحد في الليل، ما في إضاءة، ما في أي شيء، هذا غير الحفر، غير الله يكرمك يعني المجاري، عرفتي يعني كان مرة صعب فعلا. وناس يجوا إيش بتسووا ودي الأشياء، وجدا قعدنا نجرب، يعني إحنا كمتدربين قعدنا نجرب الكاميرا الأولى وجابت لنا صور ما استفدنا، يمكن 4 أيام تصوير ما استفدنا منها، ما أخذنا ولا لقطة، إلين بعدين وصلنا الكاميرا كويسة مناسبة معانا قدرنا ناخذ لقطات. طريقة مشي العم حسين، عم حسين هو بيمشي بطريقة ما هي عشوائية، يعني عشوائية، بس هو في باله منظمة جدا، هو بيتحرك بمسار معين يوجه الميكروفون على البيوت. أنت تجهز اللقطة تنتظره تلاقيه راح مكان ثاني، وإحنا نقعد لا غير اتجاه. فكان يعني كأننا يعني أخذنا يعني دورة بحد ذاتها، الفيلم لوحده كذا دورة، يعني تمكننا منها، تعلمنا فيها أشياء كثيرة. يعني نتوقع نقول أكثر المشاكل كانت مشاكل فنية وتقنية أثناء التصوير. هذا شيء، والشيء الثاني نفس الكاركتر، يعني إحنا بنصور وثائقي، ما هو دراما أو يعني روائي، إحنا بنقول له إيش يسوي وهو ونستناه نصوره. هو بيتحرك، إحنا نقول له تحرك على طبيعتك. فكون احنا نلقط لقطه حلوه وكويسه مناسبه شيء كان برضو صعب، يعني تجربه جديده وصعبه وحلوه. صح. شفتوا كل الافلام اللي انعرضت وعشتوا ايضا كل التفاصيل، ليه باعتقادكم فيلمكم هو اللي تفوق؟ قول لي يا عبد الرحمن. هو فيلمنا يعني كان متميز في عمليه الاضاءه، عمليه التصوير نفسها، الكوادر اللي احنا اخذناها اللي كانت لعم حسين، نفس المواقع والخلفيات، لانه احنا طبعا كصناع سينما مش المنظر حقنا هو الكادر والاشياء اللي موجوده في الخلف، فكان دائما عم حسين كان دائما في اشياء وراء متميزه. الصوت طبعا ما شاء الله احنا يعني كانت من الاشياء المهمه جدا، كان واضح الصوت الصوت كان جدا كان جدا بيلعب دور مهم في الموضوع. صوت عبد الرحمن الله يعطيه العافيه مره تعب عليه يعني حقيقي، عشان بنجري يعني بالمايك كان بيشيل التوب وبيجري وراه بطريقه يعني جدا جدا صعب انك تلقط الصوت من بعيد باتجاه واحد. حتى في الليل ما في عندنا ناس يزعجونا ولا شيء،
كان الوضع هذا الشيء الحلو يعني انه وضعنا لوحدنا احنا في الليل بس برضه احنا كنا بنواجه مشاكل يعني كان احيانا الشرطه توقفنا انه طبعا بيقول انت ايش بتسوي هنا فهذه واحده هذه كانت من الاشياء اللي احنا شفناها يعني كان دائما يوقفونا طبعا الحمد لله احنا معنا تصريح الحمد لله ما عندنا مشاكل في هذا الشيء بس هي واحده من كانت من الاشياء اللي كل شيء يقول انت جابكم هنا ايش بتسوي طبعا بزحنا حمايه في سكيورتي فريق معاكم في احد يحميكم طب لو تكلمنا عن الخطوه القادمه يعني بعد فوزكم في هذه المسابقه بالمركز الأول هل ممكن أنكم تشاركوا بهذا الفيلم الوثائقي في مسابقات ثانية وتأخذوا عليه جوائز أو لا؟ بإذن الله بإذن الله إحنا عندنا خطة إحنا نشارك فيه وبعدين عندك كمان خطة إحنا عايزين نطوره نبي نطور أكثر ونسوي فيلم مطول عنه أو عن جوانب ثانية من حياة الرجال يعني عنده قصص جدا رائعة في حياته أشياء إحنا كنا محصورين بثلاث دقائق تجاوزنا شوية ومشوا لنا يعني جزاهم الله خير أستاذة داليا نصيف ودانيا الحمراني برضه يعني ساعدونا فيها واعطونا شويه وقت زياده قدرنا نوصل الفكره هذه احس انه لو اخذ وقت اكثر وبرضه معدات وكذا وحيطلع شيء جميل جدا ورائع هذا ونحن نتمنى لكم كل التوفيق ما شاء الله عليكم متحمسه اشوف الفيلم كامل شكله رائع جدا لازم باذن الله نشوفه كل التوفيق لكم في مجال صناعه الافلام وان شاء الله نشوف افلامكم عما قريب باذن الله مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم نشوفكم بكره على خير في حلقه جديده واقول لكم في امان الله